مبروك يا هبه. شكرا يا مؤنس، شكرا قوي بجد، شكرا قوي، شكرا قوي يا مؤنس. ده انا مش عارفه. أنا آسفة ما عرفتش أمسك نفسي من الفرحة، أنت عملت لي حاجة كبيرة قوي، أنا عمري ما هنسى لك الجميل ده. شكرا يا مؤنس شكرا. قولي ممكن أعمل لك إيه؟ تتجوزيني؟ Congratulations. كده مش فاهمة حاجة خالص. طيب معلش قولي لي ايه اللي انت مش فاهماه وانا اشرحه لك. يعني هو طلقني طبعا، بس انا ما كنتش انا على فكرة انا لا يمكن اغلط الغلطة دي في حياتي ابدا. لا يمكن اطلب ايدك للجواز وانا عارف انك على ذمة راجل تاني ابدا. بس يعني فترة العدة لسه ما عداش الثلاث شهور. عدة الحامل بتنتهي بالوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أصل هو لما يعني قصدي أنا ما سمعتش الفويس نوت دي غير بعد ما خلفت، يعني ما عملتش سين، فده معناه إن أنا العدة ممكن تبقى بعد الخلفة حصل الطلاق. لا يا هنا، لا لا، الطلاق بيقع في اللحظة اللي الزوج طلق فيها مش في وقت معرفة الزوجة. الرسالة دي جات لك وانت حامل. طيب تفتكري لو ما كنتيش فتحت الموبايل ما كانش الطلاق هيقع؟ يعني يا هنا دي بتبقى مسائل واضحة ما فيهاش أي نقاش أو مجال للغلط.